ولك الحمد. ما شاء الله تبارك الله. طيب نعم. أكيد أنه في مواقف تمر عليكم في كشتاتكم في رحلاتكم البرية، وبالتالي ودي تعطينا كذا موقف بشكل سريع وبسيط، وكذلك الرسالة اللي توجهها للمشاهدين الكرام ولمحبين الطلعات البرية. والله يا أخوي إبراهيم المواقف كثير، المواقف كثير، لكن يعني دامك طريت المواقف أنا صراحة حصلنا موقف إحنا والشباب في الكشتة الأخيرة اللي هي تعطل علينا الموتر في أحد الفياض وفي أحد المناطق العسرة جدا جدا. فاللي حب نوه عليه أنك مهما كان العدد ومهما كان عدد الأشخاص معك لابد من وجود موترين ثلاث مواتر. لا قدر الله تعطل أحد الشباب تعطل أحد المواتر يكون في أحد يساعدك. يعني إحنا لولا الله سبحانه في وجود السيارة الأخرى معنا وأدوات السلامة يمكن إلى الآن عالقين، لا يوجد شبكة صحيح. ولا يوجد. هذا الشيء اللي حبيت نوه عليه غير المواقف الأخرى اللي هي يعني أحيانا تعرضون لك أخواننا عاد في العالم الآخر العالم نعم. اللي معه قال الجن. فأحب أنوه أنه لابد على الحفاظ على الأذكار ولابد من وجود أدوات السلامة، وأول شيء صراحة من أدوات السلامة بعد الله سبحانه والشيء الأساسي في الكشتة اللي هو وجود الماء. صحيح نعم. طيب كشتة بلا ماء ما هي كشتة أكيد هلا. طيب سؤال أخير ونبغى إجابة سريعة، وش تنصح اللي يحبون الطلعات وكذا، وين يروحون في الصيف وين يروحون في الشتاء؟ عطنا منطقتين. والله لك الحمد الدنيا منوعة صراحة، لكن من ناحية الصيف أخوي إبراهيم الوجهة طبعا جنوبية، طبعا من بداية من الطائف غربا طال عمرك إلى امتداد الجنوب الباحة على أبها على الدلة المعطب، طبيعة ساحرة جدا وأجواء جميلة وشلالات ومناظر خلابة. أشوف أنها صراحة أحيانا تتفوق على نعم. اللي هي مناظر الخارجية.